مساء الخير. يتكون القلب من أذين أيمن وبطين أيمن وأذين أيسر وبطين أيسر. وظيفة الأذينين هي استقبال الدم، وظيفة البطينين هي ضخ الدم كما هو موضح في هذه الصورة. فعندما يعود الدم الغير محمل في الأكسجين يتم استقباله أولا من الجهة اليمنى للقلب، وتقوم في إرساله للرئة لأخذ الكمية المناسبة من الأكسجين، ثم يعود للجهة اليسرى للقلب لتقوم في ضخ هذا الدم المؤكسد لجسم الإنسان. هذه تسمى في الدورة الدموية. ولكي لا يختلط الدم الغير مؤكسد في الدم المؤكسد، يكون هناك حاجز بين الأذينين وحاجز بين البطينين. وعندما يحدث ثقب في هذه الحواجز يسمى في الثقب الأذيني أو البطيني. أثناء فترة الحمل جميع الأجنة يجب أن يكون عندهم هذا الثقب الأذيني. لاستكمال الدورة الدموية لدى الجنين يجب أن يكون هناك ثقب أذيني، لأن الرئة عند الجنين لا تعمل. ولكن بعد الولادة يتم إغلاق أغلبية هذه الثقوب الأذينية تلقائيا، وحتى وإن بقي البعض فقد لا تظهر الأعراض كلينيكية إلا في سنوات متقدمة من العمر. ثانيا، هناك ثقوب تسمى في الثقوب البطينية، هي الأكثر شيوعا كما هو موضح في هذه الصورة، وتعتمد طرق علاجها على مكان وحجم هذا الثقب، كفاءة عضلة القلب وضغط الشريان الرئوي. وقد لا تظهر أعراض كلينيكية في البداية، لذلك يجب على الأم الانتباه إلى بعض من هذه الأعراض. أولا، عدم قدرة هذا الطفل على استكمال جلسة الرضاعة بسبب التنفس السريع اللي صاحبه بعض من التعرق أو حتى الشحوب في الوجه. عدم الزيادة المتوقعة في الوزن لهذا الطفل. أيضا ظهور اللون الأزرق على أطراف الفم أو الأظافر، خصوصا أثناء البكاء أو أثناء الرضاعة. ظهور التهابات متكررة في الجهاز التنفسي أيضا أحد هذه الأعراض. هذه الأعراض قد تشير إلى وجود عيوب قلب خلقية، علاجها في متناول الجميع. ودمتم بحفظ الله.